قال القرطبي وقالوا آمنا به وأن يعني قال القرطبي الآية وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد. وقوله تعالى وقالوا آمنا به أي بالقرآن بالله عز وجل أي آمنا التي ذكرها قال عدة معاني لآمنا به يقول أي بالقرآن أو بالله عز وجل أو آمنا بالبعث أو آمنا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يقول قال ابن عباس والضحاك التناوش الرجعة أيتها العقول الخرفة أيتها العقول المتحجرة. إذن عنوان الرجعة لفظ الرجعة معنى الرجعة ليس من ابتداعات الشيعة إنه من المعاني القرآنية إنه من المعاني الإسلامية إنها من معاني التراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي والشرع الإسلامي والرواية الإسلامية إنه من تراث الصحابة إنه من تراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن هذا عنوان الرجعة كما نقول هذا عنوان المهدي هذه حقيقة المهدي هذا السفياني هذه حقيقة السفياني هذا المرواني هذه حقيقة المرواني وهذه الرجعة وهذه حقيقة الرجعة. بعد هذا نقول ما هي الرجعة ما هو معنى الرجعة من هو المهدي من الذي يمثل خط المهدي من هو السفياني من الذي يسير على خط السفياني ماذا يقصد بالسفياني هذا بحث آخر. يعني يوجد نقاش في الكلية في الكبرى ونقاش في الصغرى. ابن تيمية ماذا يفعل ينسف الكبرى خوفا من أن يكون التطبيق وتكون الصغرى منطبقة على أحد أئمته وهي بالضرورة تنطبق على أحد أئمته فماذا يفعل ينسف الكبرى لا يأتي باسم المهدي لا يأتي باسم السفياني لا يأتي بعنوان الرجعة لا يأتي بعنوان أخرى لها علاقة بأئمته وبقادته. إذن دائما نحن نؤكد على الكبرى إذا ثبتت الكبرى ليس عندنا أي مشكلة أخرى هذا يعني مكسب عظيم. يبقى التطبيق في يبقى النقاش في التطبيقات يبقى النقاش في الصغريات يبقى النقاش في الصغرى فهذا أيضا يدخل ضمن النقاش العلمي كما كان في الكبرى أيضا ضمن النقاش العلمي. إذن قال ابن عباس والضحاك التناوش الرجعة أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا وهيهات من ذلك. طبعا يوجد إشارات أيضا قرآنية يطلبون الرجعة. الآن يقول القرطبي وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. أقول عندي عدة ملاحظات هنا عدة تعليقات التفت جيدا يعني فقط أنا أريد أن أقرب الفكرة عن ابن عباس عن الضحاك ماذا قال قال التناوش الرجعة أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا به وهيهات من ذلك. إذن التفت جيدا إذن ثبت هنا على قول ابن عباس والضحاك بأنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا يطلبون الرجعة ليؤمنوا وهيهات من ذلك. الآن إذن طلب الرجعة ثابت أو غير ثابت ثابت طلب الرجعة. إذن هذه القضية نسلم هذه القضية الكلية إذن يوجد طلب للرجعة. الآن هل يرجعون أو لا نقول لا يرجعون. ما هو سبب عدم الرجعة لماذا لا يرجعون على نحو الأطروحة لماذا لا يرجعون ما هو السبب ما هو المانع. أقول يقول مثلا على سبيل المثال نقول لو كان الكلام بهذه الخصوصية لأنهم لم يؤمنوا من قبل لم يؤمنوا به من قبل. إذن إذا كان عدم الرجوع مشروطا عدم الرجوع مشروطا بشرط فمع انتفاء الشرط إذن الرجوع يصير ممكن يصير ممكن أو لا يصير يصير ممكن لا أقول يصير ملزما أو لازما أو واجبا لكن أقول يكون ممكن. فإذا كان الإنسان إذا كان الإنسان المسلم المؤمن الشيعي السني الصوفي الأشعري المعتزلي أو المعتزلي إذا كان عندهم دليل بهذه الخصوصية فقالوا بالرجعة أو قالوا في مقام آخر بالزيارة أو قالوا بالشفاعة وعنده دليل بينه وبين الله سبحانه وتعالى لماذا التكفير ولماذا سفك الدماء ولماذا إباحة الأموال والأعراض. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول أليف قوله تعالى وقالوا آمنا به ويحتمل أن يكون المراد منه آمنا بالمهدي الذي أنكروه وجحدوه وكفروا به وحاربوه حتى خسف ببعضهم وأخذ الآخرون من مكان قريب إلى القبر والعذاب فلا يقبل إيمانهم هناك فيطلبون الرجعة إلى الدنيا كي يؤمنوا به عليه السلام. هذا كمحتمل باء ويمكن الاستفادة من ظاهر النص
أن بعضهم أخذ من مكان قريب، ويحتمل أن يكون هؤلاء أصحاب الخسف فيطلبون الرجعة كما ذكرنا قبل قليل، والبعض الآخر الذين فزعوا لما وصلهم نبأ الخسف ففزعوا لنجدة نصرة أشاعهم الذين خسف بهم لإكمال حملتهم في اجتياح مكة وقتل المهدي عليه السلام، وهؤلاء يقذفون بالغيب من مكان بعيد. هؤلاء الذين توجهوا من الشام إلى مكة هؤلاء يقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني يوجد مجموعة، يوجد جيش من جيوش السفلان يخسف بها، والجيش الآخر الذي يريد الالتحاق به يقذف من مكان بعيد. بأي شيء سيقذف؟ الله العالم، لا نعرف ما هو السلاح الذي سيقذف به، والله العالم بماهية القذف والقصف الذي سيقع عليهم. قال القرطبي: قرأ مجاهد: ويقذفون بالغيب غير مسمى الفاعل، أي يقذفون وليس يقذفون، يقذفون أي يرمون به. جيم: أقول كما يحتمل أن تكون المجموعة الثانية، كما يحتمل أن تكون المجموعة الثانية التي وصلها خبر جهينة بالخسف تريد أن تعرف أي أخبار، تريد أن تعرف أي أخبار عن جيشهم، انقطعت الأخبار عنهم، تريد أن تعرف أي أخبار عن جيشهم الذي خسف به فيهجمون ويقذفون بالغيب، أو هم يرجمون ويقذفون بالغيب، يستخدمون أساليب وطرق لمعرفة أخبار أصحابهم، أو فيرجمون ويقذفون بمعلومات، يعني بعلم، يعني يستعينون ببعض الفتاح فالية كما يسمى بأهل الشعوذة والشعبذة والسحر والمنجمين وقراء الكهف. يقول: فيرجمون ويقذفون، أو فيرجمون ويقذفون بمعلومات بالغيب، لكن لا تصلهم أي أخبار عنهم، فضلا عن أن يتحركوا ويصلوا لنجدتهم، فيصل بهم الحال إلى الاضطرار لإعلان تصديقهم وإيمانهم بالمهدي. لكن لا أن تنفع، لكن لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فيقع عليهم القول ويفعل بهم كما فعل بأشياعهم ممن خسف بهم وغيرهم ممن كان في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب.